أهلا وسهلا بكم لنتابع سلسلة دروسنا مع بيئة المكتب كيدي. من لم يتابع معنا الدروس السابقة في هذه السلسلة يمكنه الرجوع إليها في المجمع، سواء على الموقع أو على القناة في اليوتيوب، حيث تعرفنا في دروس سابقة على كل من واجهات كيدي. ما هي مميزاتها مقارنة بجنوم؟ تعرفنا على أهم التوزيعات التي تعتمد واجهات المكتب كتاب KDE. تعرفنا أيضا على كيفية تعريب الواجهة واختيار خطوط عربية جميلة. وفي الدرس السابق كنا بدأنا بالتعرف على إمكانيات تشخيص هذه الواجهة. في هذا الدرس سنتابع التعرف على إمكانيات التشخيص، وبالضبط سنتعرف على إمكانيات تشخيص اللوحات. افتراضيا تكون هناك لوحة واحدة موجودة في الأسفل. ما يتحكم في سمة هذه اللوحة هي سمة سطح المكتب. يمكن أن نغيرها بالدخول إلى إعدادات النظام، مظهر مساحة العمل. هنا في خيار سمات سطح المكتب سنجد بعض السمات المثبتة. افتراضيا لو قمنا بتغييرها سنلاحظ أنه يتم تغيير سمة العارضة أو اللوحة السفلى، يتم تغيير سمة هذه القائمة وسمة سطح المكتب أيضا. لنقوم بالتطبيق على أحد السمات ونرى. مثلا سأختار هذه السمة، سأضغط طبق ونلاحظ ما سيتغير. إذن كما تلاحظون تغيرت العارضة السفلى، تغيرت هذه القائمة، وتغير هذا الجزء من سطح المكتب لأن سمة سطح المكتب هي التي تتحكم فيه. يمكن أن نضيف سمات جديدة عن طريق الضغط على Get New Themes للحصول على سمات جديدة، حيث تظهر لنا هذه النافذة فيها بعض السمات. يكفي فقط الزر على أو الضغط على زر ثبت لتنضاف إلى هذه القائمة، وبالتالي اختيارها واعتمادها كسمة لسطح المكتب. لدينا هنا إمكانيات ترتيب النتائج على حسب التاريخ، التقييم، عدد التحميلات، أو فقط إظهار السمات المثبتة في حال ربما كنت تريد حذف أحدها. لو أردت الدخول في تفاصيل كل سمة وربما الجمع بين سمات عديدة، يمكنك الانتقال إلى لسان التفاصيل، ومن هنا يمكنك أن تختار لكل جزء من مكونات أو لكل مكون من مكونات اللوحة يمكن أن تختار له مخطط ألوان مخالف للسمة التي تستخدم حاليا. في حال كانت النتيجة النهائية سيئة يمكنك فقط الرجوع لأحد السمات التي موجودة هنا افتراضيا. بالنسبة للوحة ومكوناتها، الآن سنتعرف على مكونات اللوحة وكيفية التحكم في إعداداتها وتشخيصها على حسب ما نريد. أهم مكون موجود في اللوحة هو مكون مطلق التطبيقات الذي يمكننا من الدخول إلى إعدادات أو برامج أو ملفات مفضلة. لدينا هنا تطبيقات للدخول إلى التطبيقات مرتبة على حسب فئاتها. لدينا الحاسوب للدخول إلى إعدادات النظام، تشغيل الأمرمة والأماكن، أي بعض المجلدات سواء كانت موجودة على القرص الصلب أو في الشبكة. لدينا هنا إمكانية الرجوع للملفات والبرامج المستعملة مؤخرا، وخيار اترك للتحكم في الجلسة ونظام من حيث إعادة التشغيل، الإطفاء، والذهاب لنمط السبات. في حال أردنا إضافة برنامج، ملف أو إعدادات معينة لقائمة المفضلة، فيكفي الانتقال لها، الضغط يمين عليها، وهنا اختيار أضف إلى المفضلة فتنضاف إلى قائمة المفضلات. يمكن أن نتحكم يدويا في ترتيب العناصر المفضلة عن طريق جرها إلى أي مكان تريد، أعلى، أسفل، كما تريد. الحذف يكون عن طريق الضغط يمين وأزل من المفضلة. لو أردت التحكم في شكل أو ترتيب التطبيقات، فيمكنك الضغط يمين واختيار حرر التطبيقات. ستظهر لنا نافذة خاصة بمحرر القوائم لKDE، منه يمكن أن نغير، أن نضيف عنصر جديد، أن نضيف قائمة فرعية جديدة، أن نضيف فاصل، أن نقوم بحذف عنصر أو قائمة كاملة من هذه القوائم بعد الانتهاء من التغيير والإضافة أو الحذف. تضغط على زر احفظ فيتم تغيير هذه القائمة على حسب الشكل الذي أردته. في حال أردت التحكم في إعدادات مطلقة تطبيقات، يمكنك الضغط يمين عليه والدخول إلى إعدادات مطلقة تطبيقات. هنا سنجد إمكانية لتغيير الأيقونة المستعملة من مدير
أو مطلق التطبيقات. لدينا هنا إمكانية اختيار أحد الأيقونات من السمة المستعملة حاليا، أو اختيار أيقونات أخرى، وهنا استعراض والدخول لاختيار أي أيقونة تريد من أي مكان تريد. في حال بقيت مع الخيار الافتراضي فهنا لديك عدة فئات يمكنك الدخول لأحدها واختيار أحد الأيقونات منها. أفضل دائما الدخول للأماكن لأن به أيقونات خاصة بالتوزيعات، وسأختار مثلا أيقونة الخاصة بتوزيع ديبيان، طبق فألاحظ أنه تم اعتماد أيقونة ديبيان كأيقونة لمطلق التطبيق. لدي هنا خيارين، خيار تغيير الألسنة عند الحام هو ما يقابل هذه الخاصية، أنك حين تقوم بالتأشير على هذه العناصر في الأسفل تتغير أو يتم اعتماد ذكاء المكون مباشرة هنا في النافذة. لدينا أيضا خيار إظهار التطبيقات بالاسم كما تلاحظون هنا مثلا في مدير الملفات دولفين، فمدير الملفات هو وصف التطبيق بارز بلون أسود واضح، ودولفين هو اسم الملف أو التطبيق بلون رمادي باهث. في حال أردت عكس الأشياء فيمكنك تفعيل هذا الخيار. يمكن أيضا تحديد اختصار للوحة المفاتيح لفتح أو إخفاء مطلق التطبيقات، تقوم بالضغط على هذا الجزء وتضغط تجميع الأزرار التي تريد. سأضيف مثلا سابر سبيس ما يقابل ويندوز فراغ. فالآن لو قمت بالضغط على طبق وضغط على ويندوز سبيس فيمكنني إظهار وإخفاء القائمة أو مطلق التطبيقات. إذن هذا بالنسبة لمطلق التطبيقات. وعنصر آخر مهم بالنسبة للوحة هو ما يسمى بمدير المهام، والذي يمكننا من التنقل بين البرامج والنوافذ المفتوحة. يمكن أيضا الدخول إلى إعدادات عن طريق الضغط يمين والدخول إلى إعدادات مدير المهام. بعض العناصر أو الإعدادات واضحة لا تحتاج إلى شرح، مثلا إظهار التلميحات فهي هذه النوافذ المصغرة التي تظهر حين نقوم بالتأشير على أحد النوافذ. بالنسبة لإبراز النوافذ فلو قمت بتفعيله ستلاحظ أنك حين تقوم بالتأشير على أي نافذة فيعطيك تلك النافذة كاملة في الخلفية كما تلاحظ. سأقوم بإلغاء هذا التفعيل. لدينا هنا خيار بالنسبة للتجميع في حال فتحت الكثير من البرامج وأصبح المساحة المخصصة لمدير المهام محجوزة، فيتم تجميع البرامج. هل تريد ذلك أم لا؟ بواسطة ماذا؟ بواسطة اسم البرنامج، نوعه. وأيضا هنا لدينا خيار الفرز، هل تريد الفرز على حسب الترتيب الأبجدي بواسطة سطح المكتب أو يدوي أو لا يكون هناك أي فرز. وهنا لدينا مرشحات لاختيار هل تريد إظهار النوافذ المفتوحة في الشاشة الحالية في المكتب الحالي أو إظهار المهام المصغرة فقط. فهي كلها أشياء يمكن أن تجربها وترى هل تناسبك أم لا. خيار مهم آخر بالنسبة لمدير المهام والخاص بكل نافذة مفتوحة على حدة هو أنك حين تقوم بفتح نوافذ يمكنك أن تضغط يمين عليه وتفعل هذا الخيار Show a launcher when not running. في حال كان لديك تطبيق أو برنامج تستعمله بكثرة فيمكنك تفعيل هذا الخيار حين تقوم بغلق ذاك التطبيق، يبقى هنا أيقونة خاصة لفتحه. نفس الأشياء التي رأينا في مطلق التطبيقات مدير المهام تنطبق على العناصر الأخرى، حيث يمكنك بالضغط يمين الدخول إلى إعداداتها والتحكم فيها. الإعدادات تختلف على حسب كل مكون لكن طريقة الدخول إليها مشابهة أو متشابهة. الآن في حال أردنا التحكم في اللوحة كاملة، لكن قبل ذلك أعود لمطلق التطبيقات، نسيت شيء بسيط منه لكن هو مناسب سيكون مدخل للمرور للجزء الثاني من هذا الشرح، وأنه يمكننا تبديل مطلق التطبيقات من النمط المستخدم افتراضيا لنمط آخر يسمى بالنمط كلاسيكي. طريقة ضغط يمين بدل لنمط كلاسيكي للقائمة. في الواجهة العربية تطير القائمة أو الأيقونة للجهة اليسرى، سأعيدها بعد قليل. فيصبح شكل القائمة على هذا الشكل كلاسيكي مشابه نوعا ما لما هو على واجهات XFCE أو XDE أو بعض الواجهات الكلاسيكية. يمكن إعادته للنمط مطلق التطبيقات في نفس الطريقة. الآن لو أردنا إرجاعه إلى مكانه الأصلي سيجب أن ندخل لإعدادات اللوحة كاملة، ذلك عن طريق الضغط يمين
في مكان ما والدخول إلى خيارات اللوحة، إعدادات اللوحة، أو عن طريق الضغط على هذه الأيقونة فستظهر لنا أو يظهر لنا هذا الشريط. الآن لو قمنا بالتأشير إلى على أي عنصر وعلى أي أو على أي مكون من اللوحة فيظهر ذاك أو تلك الأسهم الأربعة، فمعنى ذلك أنه يمكننا جر ذاك المكون لأي مكان من اللوحة أو خارج اللوحة، يمكن أيضا جره حتى خارج اللوحة، جعله على سطح المكتب مثلا. أنا سأقوم باستغلال هذه الخاصية وإرجاع مطلق التطبيقات لمكانه الأصلي على هذا الشكل. إذن هذه الطريقة المستعملة لتغيير أمكنة مكونات اللوحة في واجهات كيدي. لدينا خيارات أخرى حين نقوم بالدخول لإعدادة اللوحة، مثلا لدينا خيار التحكم في الارتفاع، يمكن أن نقوم بتكبير الارتفاع، تصغيره على حسب ما نريد. لدينا هنا خيار إضافة الوجهات، لم أتطرق له الآن. لدينا خيار إضافة مباعد، يمكن أن نستغله فيما بعد بعد قليل. لدينا هنا خيار إعدادات أخرى، فلو قمنا بالدخول إليه سنجد المحاذاة، هل يسار يا وسط أو يمين، أو مفعول المحاذاة يظهر حين نقوم بتصغير عرض اللوحة حيث لا يأخذ عرض الشاشة كاملة، حيث التصغير يكون مثلا على هذا الشكل من هذه الأسهم، مثلا هذه الأسهم الموجودة هنا، فيمكنني أن أقوم بتصغير اللوحة. الآن لو دخلت إلى إعدادات أكثر، لاحظ أن المحاذاة المفعلة حاليا هي اليسار، لذلك تأخذ اللوحة جهة اليسار. لو قمت بجعلها في الوسط فستأخذ اللوحة في جهة الوسط، اليمين اليمين، سأتركها وسط، وسأقوم يمكن تغيير الحجم على أو العرض على حسب ما تريد على هذا الشكل. وهنا يمكن أن تتحكم أين هو وسط الشاشة، يمكن أن تقوم بذلك يدويا. بالنسبة للرؤية فيمكنك أن تختار هل تريد أن تجعل اللوحة مرئية دائما، هو الخيار الافتراضي، هل تجعلها تختفي آليا، هل تجعلها تذهب أسفل النوافذ أو النوافذ تذهب أسفلها. فلديك هنا هذه الاختيارات. يمكنك أيضا من خيار كبر اللوحة استعادة اللوحة أو استعادة العرض الكلي للشاشة. اقفل الويدجات، تقوم بقفل الويدجات، يجب أن تضغط يمين وتختار فك الويدجات لتقوم بتغييرين ما مثلا التغيير. الآن الويدجات غير مقفولة ويمكنك التحكم فيها من هذه الأيقونة والتغيير كما قلت بعد أو قبل قليل. خيار آخر مهم هو حافة الشاشة، منه يمكن أن تتحكم في مكان اللوحة، يمكنك أن تقوم بجرها أعلى، يمين، يسار، أسفل، إلى أي مكان تريد. وهنا شيء مهم وجميل في واجهة كيدي، أنه على حسب المكان الذي تتواجد فيه اللوحة فستجد أن هذه القائمة، قائمة أو مطلقة تطبيقات، يأخذ شكل على حسب المكان الذي تتواجد فيه اللوحة. مثلا هنا لدينا هذا الشكل، لو قمت بجر اللوحة إلى اليمين فسنلاحظ أنها تأخذ هذا الشكل. هنا أيضا يمكن أن نتحكم في العرض، نجعله أكبر قليلا على الشكل. مثلا هنا نلاحظ أنه تقريبا لدينا الشكل الخاص بواجهة يونيتي، يمكن إظهار هذه القائمة. وهنا في بالنسبة لمدير المهام يأخذ هذا الشكل، حيث يصبح أيقونات على شكل أيقونات فقط. لو أردنا إضافة لوحة جديدة فيمكن ذلك عن طريق الضغط يمين من خيارات اللوحة، وهنا لدينا أضف لوحة، ولدينا ثلاث خيارات، اثنين منها متشابهين وهي Group and Panel واللوحة الفارغة. في حال أردت إضافة لوحة جديدة يكون فيها العناصر المبدئية، يعني كما كانت اللوحة في الأول، اللوحة التي بدأنا بها هذا الدرس، فيمكن اختيار اللوحة المبدئية. في حال أردت لوحة فارغة فيمكنك اختيار لوحة فارغة فتنضاف لوحة. يمكنك أيضا التحكم في إعداداتها عن طريق الضغط يمين إعدادات اللوحة، ومثلا جرها إلى أسفل، تغيير في الارتفاع، تغيير في العرض،
تدخل إلى إعدادات أخرى يمكن أن تختارها في الوسط. هنا سأضيف لها عنصر فقط للتوضيح هو مدير المهام، وأريكم أنه يمكن استغلال مدير المهام كأحد أشرطة داكي، حيث يمكن من خلاله سأقوم بتغيير الحجم. حين نقوم بتغيير الحجم صغير جدا فهو يأخذ هذا الشكل حيث يصبح على شكل أيقونات فقط. سأقوم بقفل الويدجت هنا فهو يصبح على شكل أيقونات فقط كما تلاحظون. وحين نقوم بفتح أيقونة جديدة تكبر اللوحة، تأخذ حجم أوتوماتيكي تلقائي على حسب عدد النوافذ المفتوحة فيها. إذا لم تريد ذلك يمكنك دائما إلغاء أو فك الويدجت، حذف ربما هذه اللوحة، يمكنك استعمال أحد أشرطة داكي مثلا داكي أو بلانك، فجميع هذه الأشرطة أيضا مدعومة على واجهة KDE. كيفية تثبيتها والتعامل معها تعرفنا عليه في دروس خاصة بالجماليات في دورة جماليات لينكس. إذن أنا أعتقد كانت هذه جميع الأشياء التي كنت أريد الإشارة لها فيما يخص التحكم أو تشخيص اللوحات على واجهة KDE. كان هناك الكثير من التفصيل، بعض الأشياء كما قلت بسيطة، لكن الدرس موجه للمبتدئين لتتضح الفكرة للجميع. سنتابع إن شاء الله في دروس قادمة دروس التشخيص مع واجهة KDE لنتعرف على جميع الإمكانيات التي تتيحها. في حال كانت هذه الدروس تفيدك فأتمنى أن تقوموا بالاشتراك على القناة، متابعتنا في المجموعة، وإعجاب أو عدم إعجاب إن لم تعجبكم هذه الدروس. إذا نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.